مدام سعاد واضح ان حريق المحل تم بفعل فاعل، تتهمي مين؟ الحقيقه رغم ان انا عارفه انكم لقيتوا رجال الامن بتوع المحل مخدرين، بس انا برضو مش بتهم حد. يعني حضرتك مالكيش اي اعداء؟ الله اعلم. طب لو حضرتك مأمن على المحل يا ريت تبعت لنا مندوب التأمين يشرفنا. ان شاء الله، تشكر قوي. يا خبر، امتى حصل الكلام ده؟ وما نزلتش تصور ليه يا عصام؟ مستنييني انا وابراهيم عشان نعمل ايه؟ يا حبيبي انزل اتصرف، مش لازم انا ابقى موجوده في كل حاجه. يا جماعه اتصرفوا. طب يلا بسرعه انجز وقولي عملت ايه. مع السلامه. محدش عايز يشتغل، كله معتمد عليا. الو سعاد هانم، قلبي عندك يا حبيبتي والله. معلش يعني واضح ان نعيل عليكي جامده قوي اليومين دول. المهم حبيبتي، هو انتي مش مأمنه؟ طب بارك الحمد لله انه اتحرق، قصدي يعني ربنا يعوض ان شاء الله. انا فاهمه حبيبتي، طبعا طبعا البضاعه هي اللي مشكله. صح صح. لا انا طبعا لازم اجي ازورك، ولو اني يعني انا كنت اتمنى ان انا اجيلك في ظروف احسن من كده. الله يخلي، ده اقل حاجه يا حبيبتي، ربنا معاكي بجد. على فكره بالنسبه للقس بتاع الحمله بتاعتك ما تحمليش همه خالص. ايوه الحمله بتاعتك هتمشي زي ما هي، وانتي وقت ما يبقى فيه فلوس ابعتي دي محطتك، دي محطتك عيب، دي اقل حاجه اقدر اعملها لك. ميرسي يا حبيبتي، مع الف سلامه، باي باي. اهو ده اللي نبنى من الحريق، تاجيل القسط. ايه يا شهوات؟ ده باب عربيه تدخلي كده من غير استئذان؟ تمام يا فندم. السجينه تفيد عبد الصمد عايزه تقابل سيادتك. ايه؟ تقابلني؟ هو انا ايه، مأذون شرعي؟ اي مسجونه كده تيجي تقابل مأمور السجن عادي؟ لا طبعا مش عادي، عندك حق يا فندم، بس هي بتقول ان الموضوع اللي هي جايه لك فيه مساله حياه او موت. ان شاء الله يكون موت. ايه ناويه تنتحر؟ هي فين زفته الطين؟ متلقعها في العنبر. اجري هاتيها واعملي لي كوبايه شاي تقيل حبر. اتفضلي. الو. ايوه يا شوشو حبيبتي، ازيك يا نورعين؟ عامله ايه؟ كلتي؟ طب كويس، خدتي الدواء اللي بعد الاكل؟ يعني ايه لا يا حبيبتي، انت شايله الزايده، هيحصل مضاعفات، الكلى هتصدي، والناس اللي عندك دول الممرضات قاعدين زي قلتهم. يعني انا لما كنتش اتكلمت ما كنتيش هتاخدي الدواء؟ طيب طيب هكلمك بعدين، باي 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 باي. تمام يا فندم. اهلا بالمرأة العنكبوت، ازيك يا ست اخس؟ ايه يا وليه بتعيطي ليه؟ ابويا يا ست، ابويا يا ست المأمورة. امال ابوكي طلق امك؟ لا راح لها النهارده الصبح، مات. لا حول ولا قوة إلا بالله، في جهنم ولهبها، قصدي في الجنة ونعيمها. الله، وأنت عرفت إزاي يا بت؟ أنت لسه بتهربي موبايلات؟ لا والله يا ست المأمورة، ده أخويا جه بلغ إدارة السجن وهم بلغوني. البقاء لله، ادعي له بالرحمة، ولا أقول لك بلاش أنت تدعي، شوفي حد طيب من أهلك كده يدعي له. ابوس ايدك ابوس ايدك يا ست المأمورة، خليني بكره اروح العزاء. تروحي فين؟ انت فاكره نفسك بتصيفي في مارينا؟ ده سجن فيه تعليمات ولوائح. ايوه بس يعني ساعات بيبقى في استثناء للحالات اللي زي دي. ايوه بيروحوا المسجونات بيحضروا العزاء ومعاهم حراسه. بيحصل سياده المأمورة ثواب، انا اروح معاها. ايوه بيحصل مع مسجونات حسن سير وسلوك، مش دي لا عندها سيور ولا سلوك، ده احنا جايبينها من على السور بالشبشب. ابوس ايدك ساعديني في الموضوع ده. لا حول ولا قوه الا بالله. بقولك ايه، ما تصبري كده للاربعين، نطلع نفرق قرص رحمه ونور عليه. ابوس ايدك يا ست هانم، انت ما تعرفيش ابويا، ده ابويا الحاج كان غالي عليا قد ايه.
وبعدين بقى يا شهوار؟ معلش يا سيادة المأمور والنبي ثواب. طيب طيب سيبونا افكر، بس ما وعدكيش. إلهي يا ربي، إلهي يا ربي، ما يحرمك من عزيز أبدا قادر يا كريم. يا رب. اما انا بقى عملت لك حته لحن الاغنيه اللي اديتهاني عالمي. طب يلا سمعهولي. ماشي، اما نمشي من هنا بس عشان انا مسجله على الموبايل. بتتحجج. ماشي يا سيدي. اوكي. بقول لك ايه؟ ايه؟ غمضي عينيكي. ليه؟ عايز تسمعني لحن وانا مغمضه عينيا ولا ايه؟ غمضي عينيكي بقى عشان خاطري. ماشي يا سيدي اهو. ايه رايك؟ You will marry me? تتجوزيني؟ ألف ألف مبروك يا حبيبي يا كريم، ألف مبروك يا حبيبي، وخمسة وخميسة في عين اللي تشوفك ولا تصليش على النبي يا حبيبي. الله يبارك فيك يا أمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا ست الكل. يا حبيبي يا قلبي. تعالى بقى يا مرجان سيبك منها. حبيبي يا بابا. حبيبي يا أمي. والله العظيم طول عمرك أحلى من أشوفك متجوز. طب أنت بتعيط ليه دلوقتي بس يا بابا؟ هو أنت فرحان تعيط، زعلان تعيط، جعان تعيط؟ مش بعيط يا ابني، ده بين عنك عيني وجعان. حبيبي ألف سلام عليك. بقول لك إيه؟ عايزك بقى تملانا البيت عيال كده وينورنا الدنيا ويلفوا حوالينا ويركبوني حمار. عينيا يا بابا عينيا. حاضر. ولو إنك يا ابني هتكبرني بدري. ليه وأنت فاكر نفسك نغة يا راجل أنت ولا نغة؟ ده انا كنت عيله كده عندي 10 سنين وقالوا لي يلا اتجوزي مسعد الاكبر منك ب 40 سنه، وعشان ابقى دقيقه كنت اكبر مني ب 42 سنه. ايه يا فتنة؟ مالك يا حبيبتي؟ انت مش هتقولي مبروك ولا ايه؟ مبروك يا كريم. هو ايه اصله ده؟ هي مالها؟ ايه اللي هي مالها ده؟ انت هتستعبط؟ يا ابني البت من وهي صغيره وهي بتميتها فيك لشوشتها. افتكرت لما تكبر يعني انك هتتجوزها. جيت دلوقتي كسرت نفسها. جوزها ايه يا ماما بس؟ انت عارفه ان فتنة دي زي اختي بالظبط، وعمري في حياتي ما شفتها كزوجه. ده احنا متربيين مع بعض، ده انا لو كان ليا اختي شقيقه ما كنتش هحبها زي فوتنا كده يا بابا ولا ايه؟ معلش معلش يا كان عندها عشاء قوم راضيها بكلمتين. راضيها يعني اقول لها ايه انتوا كمان؟ قول لها اي حاجه، انت غني لها هتنام منك. امر لله. يلا يلا يا واد يلا يا واد. انا برضو كان عندك 10 سنين. يا راجل يا عجوز.